الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من مدارسة تفسير جزء عامة. مرة الماضية انتهينا من سورة البلد، بين أيدينا اليوم سورتي الشمس والليل. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق في تفسير سورتين النهاردة، سورة الشمس والليل. الحقيقة الاثنين سورة الشمس والليل فيهم ارتباط، على اعتبار أن سورة الشمس مدارها الأساسي على الكلام على نفس الإنسان، تدور حول الكلام على هذه النفس وما هداها الله فيها من التزكية، أو ما بين لها سبحانه وتعالى من طريق الخير والشر، ألهمها فجورها وتقواها، ثم بيان أن الله سبحانه وتعالى يزكي هذه النفس، وأن الإنسان أيضا له دور في تزكية هذه النفس أو تدسية هذه النفس وإهلاك هذه النفس وتعطيل هذه النفس عن الخير الذي خلقت له. فسورة الشمس تدور حول النفس، ثم تأتي سورة الليل تقول، تتكلم عن السعي بقى، أن الناس بعدما عرفوا ذلك وعرفوا النفس وعرفوا طريق الخير والشر انتهى الأمر إلى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ثم تبين مصير هذا الفريق وهذا الفريق في النهاية. سورة الشمس وسورة الليل طبعا سور مكية، سور مكية. طيب، الشمس كما بينا موضوعها يتصل بالنفس من جهة التزكية والتدسية. وردت سورة الشمس في حديث معاذ الشهير، لما كان معاذ يطيل بالناس في الصلاة، فاشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من معاذ، فجاء بمعاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فإذا من السنة الإنسان يقرأ الشمس والليل في سورة في صلاة الايه؟ في صلاة العشاء. تمام، سورة الشمس. بدأت سورة الشمس بهذا القسم، أو نقدر نقول بأحد عشر قسما، أحد عشر قسما، وهذه أكثر سورة يعني نرى فيها أقسام متتابعة من الله سبحانه وتعالى. وحنعد دلوقتي إن احنا هنعدي على 11 قسم. أول شيء ربنا أقسم: والشمس وضحاها. أدي إيه قسمين؟ والشمس وضحاها، أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وبضوئها الذي يكون في أول النهار. طيب، الشمس، الشمس طبعا معروفة، أقسم سبحانه وتعالى بها على اعتبار أنها مخلوق عظيم، وأنها لا شك لها يعني في النفوس الناس إجلال ومكانة، فالإقسام بالشمس هو إقسام، وربنا يقسم بما يشاء، أما نحن فلا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأما الله سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من خلقه جل في علاه، والله سبحانه وتعالى ما يقسم إلا بأمر عظيم. والشمس وضحاها، الضحى وقت طويل، لذلك صلاة الضحى مثلا تبدأ من ارتفاع الشمس بقدر رمح إلى قبيل الزوال، يعني قبيل صلاة الظهر، كل ده بيسمى الضحى. لكن هنا فسر يقول الشمس وضحاها، يعني الضحى هو أول النهار. ليه قال أول النهار خصوصا؟ كلمة الضحى تطلق على أول النهار وتطلق على وسط النهار وممكن تطلق على آخر النهار، ولكن لأنه بعد كده ربنا سيقسم بالنهار مستقل، قال: والنهار إذا جلاها، فدل ذلك على أن الضحى هنا مقصود به الجزء الأول من الايه؟ من اليوم، عشان كده فسرها بالضوء الذي يكون في أول النهار. والشمس وضحاها، ثم قال تعالى: والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها، أقسم ربنا بالقمر إذا تبع الشمس بخروجه، يعني عادة القمر يطلع بعد الشمس، الشمس تكون في النهار، القمر يكون بالليل، فالقمر يتبع الشمس في الظهور، فأقسم سبحانه وتعالى بالقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها. أو يكون المعنى أن الشمس إذا غابت تجلى القمر وظهر،
وهذا غالبا يحصل عندما يكون القمر في حالة الهلال، أو يحصل غالبا في النصف الأول من الشهر، في النصف الأول من الشهر. عموما يعني المعنى إجمالا أن القمر يأتي بعد الشمس، فالشمس تكون في النهار والقمر يكون بالليل. ثم قال جل في علاه: والنهار إذا جلاها. أقسم سبحانه وتعالى بالنهار إذا جلاها، يعني إذا أظهر الشمس وضوءها. النهار يبرز الشمس ويبين ضوءها، فالله سبحانه وتعالى يقسم بالنهار إذا جلاها. الهاء هنا عائدة على إيه؟ الهاء هنا عائدة على الشمس. إذا جلاها يعني أظهر الشمس وأظهر ضوءها. هناك قول تاني: والنهار إذا جلاها، يعني إذا جل الظلمة، إذا جل الظلمة. هنا لو قلنا والنهار إذا جلاها يعني جل الظلمة، يبقى الهاء عائدة على الظلمة. ممكن عادي يقول أين الظلمة، يعني هي الظلمة أصلا لم تذكر في السورة عشان تقول إن الهاء دي عائدة على الظلمة. في حاجة في اللغة جميلة قوي اسمها عود الضمير على غير مذكور. عود الضمير على غير مذكور، إن الضمير يعود على حاجة هي أصلا لم تذكر، هي أصلا لم تذكر، وتكون مفهومة بالبداهة من السياق. أعطيك مثال: قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه أدي هاء عائدة عليه. أنت لوحدك فهمت أنزلناه، أنزلنا القرآن، رغم أن القرآن لم يذكر خالص، يعني في الكلام لم يذكر. أنت فهمتها إزاي؟ فهمتها مفهومة، بديهة مفهومة. فممكن بعض العلماء قالوا والنهار إذا جلها يعني جل الظلمة. طب قالوا الظلمة دي فهمتها منين؟ فهمتها طبعا، والنهار بيجي بيجل إيه؟ بيجل إيه؟ الظلمة. لكن عندنا في العادة القول الأول اللي هو جلها يعني جل النهار، قول ده أقوى طبعا. ليه؟ لأن والنهار إذا جلها يعني جل الشمس، قول ده أقوى. بيقولوا في قاعدة جميلة قوي بتقول أن اتحاد مرجع الضمائر أولى. يعني اتحاد مرجع الضمائر، يعني الآية بدأت بالشمس، تمام، وضحاها، هادي عائدة على الشمس، والقمر إذا تلاها، الهادي عائدة على الشمس، والنهار إذا جلاها، يبقى الأولى أن هي تعود على الشمس. طالما الدنيا ماشية شمس شمس شمس، ما تجيش بقى في إيه، في واحد من دول تقول لا ده عائد على الظلمة. طب ما تكمل عادي. يبقى دي حاجة اسمها من المرجحات، من المرجحات، افهمها ديت. من الأمور اللي بترجح عندك قول على قول إن يكون قول منهم متفق مع مرجعية الضمائر. يعني الهاء دي قلنا عائدة على الشمس، والهاء دي عائدة على الشمس. في قول يقول إن الهاء دي عائدة على الشمس، وقول يقول الهاء دي عائدة على الظلمة. نقول لا، القول اللي بيقول إن هي عائدة على الشمس أولى وأقرب للصح للإيه؟ وأرجح. ليه؟ لأن اتحاد الضمائر، اتحاد مرجع الضمائر أولى، اتحاد مرجع الضمائر أولى. والنهار إذا جلها. ثم قال تعالى: والليل إذا يغشاها، يعني والليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي، والليل إذا يغشاها يعني إذا يغطي الشمس حتى تغيب، فتظلم الآفاق ويغطي الليل جميع الآفاق. ثم قال تعالى: والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والسماء مفهوم، أقسم سبحانه وتعالى بالسماء على عظم خلقتها ونحو ذلك. وما بناها، ما معنى وما بناها؟ هنا في قولين مبني على إن ما ديت، هل هي ما ديت مصدرية ولا ما ديت موصولة؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ما مصدرية يعني ما موصولة. ما مصدرية يعني والسماء وما بناها، هنجيب المصدر وما بناها، نحول كلمة بناها دي المصدر. ما بناها تبقى ايه معناها؟ تعني بناؤها، بنائها. والسماء وما بناها يعني والسماء وبنائها،
ما مصدرية، يعني شيل كلمة ما بناها حط مصدر البناء، يبقى والسماء وبنائها. قول التاني إن ما ديت موصولة، يعني لما نقول كلمة موصولة يعني تأتي ما بمعنى من، والسماء وما بناها يعني والسماء ومن بناها. مين اللي بنى السماء؟ الله. يبقى في الحالة دي عندنا خلاف، هل القسم هنا ببناء السماء ولا بباني السماء اللي هو الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده في قولين، والسماء وما بناها، قول الأول والسماء وبنائها، قول الثاني والسماء وما بناها يعني والسماء والله سبحانه وتعالى. والسماء وما بناها نفس الكلام ده هيتقال في اللي جاي، والأرض وما طحاها. أقسم سبحانه وتعالى بالأرض وطحاها، يعني طحاها يعني بسطها، يعني جعلها مهيئة للمعيشة والحياة. فالله سبحانه وتعالى يقسم هنا بالأرض وما طحاها، يعني على قولين برضو، هل ما هنا موصولة ولا مصدرية؟ فلو قلنا ان هي ما مصدرية يبقى والأرض وما طحاها يعني وبسطها، والأرض وبسطها. والأرض وما طحاها لو قلنا ان ما ديت موصولة بمعنى من، يبقى والأرض ومن بسطها، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه، ونفس وما سواها. ونفس وما سواها نفس الكلام، إما القسم هنا بالنفس، نفس الإنسان طبعا، وما سواها يعني وتسوية هذه النفس لو قلنا إن ما مصدرية، أو نفس وما سواها يعني ونفس ومن سواها، وهو الله سبحانه وتعالى. ما معنى سواها هنا؟ سواها من التسوية والاعتدال، فالله سبحانه وتعالى خلق نفس الإنسان سوية معتدلة، جعل فيها فطرة وجعلها بفطرتها تميل إلى الخير ولا تحب الشر، وجعل في فطرتها التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء، يعني الأصل أنني خلقت نفوسهم سوية تميل إلى التوحيد وتكره الشرك، إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يخلوه مجوسي. ونفس وما سواها يعني خلقها سوية معتدلة غير متفاوتة. ونفس وما سواها، ثم قال جل في علا، فألهمها فجورها وتقواها. خلق هذه النفس مستوية، ألقى فيها هذه المعاني، ما هو الفجور، ما هي التقوى، ألقى فيها هذا العلم من غير تعليم، ألقى فيها ما ينبغي لها أن تأتي من خير وتدع من شر. يعني ألهمها فجورها وتقواها، ألهمها يعني بيّن لها مواطن الفجور ومواطن التقوى، بين لها الفجور والتقوى. طيب نقول بينها ازاي؟ اول شيء هو البيان الفطري، كان يقول لك الالهام هو الذي يحصل بغير تعليم، يعني الشيء يجد الانسان في نفسه من غير ما يتعلم ولا يجرب ولا حتى يفكر. الله سبحانه وتعالى خلق كل انسان وفيه فطره، الفطره دي مش قضيه التوحيد بس، بعض الناس تعتقد الفطره هي موضوع التوحيد بس، لا، من الفطرة أنواع من الخيرات وأنواع من الأخلاق، يجد كل واحد فينا نفسه من أول ما يبدأ كده يحس إن هي مغروسة فيه. بمعنى ما منا من أحد بدون حتى وحي، بدون أي شيء، إلا وهو يعني يخرج كده من هو صغير يجد في نفسه بغض للكذب، صح؟ يجد في نفسه بغض للظلم، يجد في نفسه حب للصدق، يجد في نفسه حب للعدل، يجد في نفسه كراهية للظلم. فهذه جبلة كده وضعت في كل إنسان، معرفة الخير إجمالا والشر إجمالا. لكن ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى زاد هذا البيان بالوحي،
وببعثة الرسل، بل من كرمه جل في علاه أنه لم يحاسب الإنسان على هذه الفطرة الأولى. يعني ربنا بيحاسبنا دلوقتي على الفطرة؟ لا، يحاسبنا على أن هو كلمنا في عالم الذر في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى. ما بيحاسبناش على اليوم دوت، لكن لا يحاسبنا إلا بعد أن يأتينا رسول ويذكرنا بالفطرة ويبين لنا المزيد مما لا نعلم من الخير والشر. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فألهمها فجورها وتقواها. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ألهم هذه النفس الفجور والتقوى زي ما قلنا بما فطرها عليه، وأيضا بما أوحى إليها أو أوصل إليها عن طريق الرسل من معاني الخير والإيه والشر. طيب، بعد ما ربنا ألهمها فجورها وتقواها، هدى من شاء سبحانه وتعالى إلى التقوى وأضل من شاء سبحانه وتعالى. طيب، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بخلقه جل في علاه، فإذا هدى فقد هدى على علم، وإذا أضل فقد أضل على علم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعندنا نوعين من الهداية، الأولى بيسموها هداية البيان، والثانية يسمون هداية التوفيق والرشاد. معنى إيه هداية البيان؟ هداية البيان إن أنا أقول لك والله طريق الخير هو طريق الشر هو، ده اسمه هداية بيان. هداية التوفيق إن أنا أيسر ليك أن تسلك طريق الخير وأبعن عنك طريق الشر، دي هداية التوفيق. الله سبحانه وتعالى يملك الهدايتين، هداية البيان وهداية التوفيق. وأما الإنسان فيملك الهداية الأولى فقط، يملك هداية البيان، يعني مفيش حد فينا لا يملك أنه يبين للناس أين الخير وأين الشر. وعلى هذا هو يفهم قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لا تهدي، يعني أنت يا محمد لا تهدي إلى صراط المستقيم. وأما هداية التوفيق أنه ربنا يوفقك أنك تسير في طريق الخير ويبعد عنك طريق الشر، فهذا لا يكون إلا لله. وده يفهم منه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هنا لا تهدي من أحببت المقصود بها هداية البيان ولا هداية التوفيق؟ طبعا هداية التوفيق، لأن البيان حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى طريق الخير بعدما بيّنه له، ويهدي من يشاء إلى طريق الشر بعدما بيّنه له. عشان كده قال بعدها إيه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، يعني من زكى نفسه. هنا زكاها مين اللي زكاها؟ هل الإنسان اللي زكاها ولا الله هو الذي زكاها؟ قولين في التفسير. القول الأول: قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكاها الله. والقول الثاني: قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكاها العبد. ونفس الكلام: وقد خاب من دساها، نفس الخلاف. طيب، قولين دول في بينهم تعارض؟ لا، مفيش تعارض، لأن أكيد من زكى نفسه فقد زكاه الله، ومن زكاه الله فهو بالتبعية قد زكى نفسه. وهذا يفهمنا مسألة القدر. مسألة القدر، هل الإنسان مخير ولا مسير؟ نقول: وبالله التوفيق. الكلمتين دول يعني فيهم نظر شوية، والكلمة الأدق والأفضل أن نقول الإنسان ميسر، أفضل من إحنا نقول مسير أو نقول مخير، لأن كلمة مخير ومسير يعني هيبقى فيها إيه إشكال كده. لكن كلمة ميسر حلوة جدا ومتسقة مع القرآن ومتسقة مع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يعني إذا كان الأعمال قد كتبت وكده وربنا علمها مسبقا فعلم العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
وربنا سبحانه وتعالى كما سأتي في سورة الليل قال فسنيسره لليسرى، وقال فسنيسره للعسرى. وبالتالي الكلمة الدقيقة أن يقال إنسان ميسر. كلمة ميسر بتفهمك العلاقة بين الإنسان وبين العبد. الله سبحانه وتعالى أولا علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، دي أول حاجة. عشان تفهم القدر لازم تفهم أربع حاجات. الحاجة الأولانية أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. نمرة اتنين أن الله كتب ذلك، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. يا ربنا علم وكتب، وكتب لغاية دلوقتي. ممكن أنت إيه تفهم غلط، تقول طالما علم وكتب إحنا بنعمل إيه بقى هنا؟ يبقى إحنا ملوش لازمة، الحياة دي عبس وكله في الآخر معروف. أصبر شوية. طيب المرتبة الثالثة أن تؤمن بمشيئة الله النافذة في العباد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد ويشاء سبحانه وتعالى. فكل ما يحصل في الكون هو بمشيئة الله، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، صح، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى له مشيئة وإرادة، وهذه المشيئة والإرادة فوق مشيئة العباد، فلا يقع في ملكي إلا ما يريد، وما يكون في ملكي إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب المرتبة الرابعة وهي أن العباد لهم مشيئة وقوة، لهم قوة ومشيئة بها تقع أفعالهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لهم هذه القوة وخلق لهم هذه المشيئة. يبقى المرتبة الأولى بنتكلم أن الله عالم، المرتبة الثانية بنقول أن الله كتب، المرتبة الثالثة بنتكلم أن مشيئة الله نافذة في العباد، المرتبة الرابعة بنقول أن العباد لهم مشيئة أيضا وقدرة، بهذه القدرة والمشيئة تقع أفعال العباد، تقع أفعال العباد. يعني ايه الكلام دوت؟ ده بيفهمك العلاقة بين العبد وبين الرب. العبد ربنا خلق له قدرة ومشيئة. أنا دلوقتي عشان أتكلم محتاج إن أنا أكون أصلا عايز أتكلم، هي دي الإرادة، ومحتاج قوة علشان أتكلم، لساني يتحرك، فدي القوة. طب مين اللي خلق القوة؟ الله. ومين اللي خلق لي الإرادة؟ الله. وإلا فأنا وأنا عيل صغير كان في إرادات مش عندي، كانش عندي إرادة الزواج، ما كانش عندي إرادة إن أنا أخدم دين ربنا، كنت صغير مش فاهم حاجة. بعد كده لا، وجدت إن في إرادات بتتكون عندي، فبقيت أريد إن أنا أتزوج، أريد أملك مال، أريد إن أنا أكون داعية مثلا. طيب لما هي حاجة ما كانتش موجودة وبقت موجودة، يبقى أكيد في حد خلقها. فالله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، لأن ربنا خلق ليهم المشيئة وخلق ليهم الإرادة. طيب علشان فعل يطلع، علشان فعل يتعمل، محتاج ايه؟ محتاج اجتماع المشيئة مع الارادة، محتاج اقصد المشيئة مع القوة، مشيئة مع القوة. فلو ان انسان شاء شيء ولا يقوى عليه مش هيعمله، ولو انه قوي على شيء لكن هو لا يريده مش هيعمله برضه. فلذلك الفعل ينتج من اجتماع القوة مع ايه؟ مع المشيئة. طب مين اللي خلى الانسان القوة؟ الله. ومين اللي خلق له المشيئة؟ الله. يبقى الفعل دوت اللي هو نتج عن اجتماع القدرة مع المشيئة، مين اللي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو خلق القدرة للعبد وخلق القوة، وبالتالي هو خالق أفعال العباد. لغاية هنا قد يلتبس على الإنسان يقول طب ما الإنسان كده إيه؟ كده مسير، يعني كل حاجة احنا ما لناش ذنب في حاجة، هو ربنا اللي بيصير أمورنا. نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أثبت أن العباد لهم اختيار. مش احنا بنقول دلوقتي ربنا خلق العباد قدرة ومشيئة، صح؟ طب ما المشيئة دي هي دي اللي يتحاسب عليها. في النهاية ربنا خلق فعله في النهاية، في النهاية ربنا قبل ما فعله ده يتعمل هو ربنا سبحانه وتعالى علمه وأراده،
لكن ده لا ينفي أن الشخص مسؤول عن هذا الفعل، لأن زي ما قلنا له قدرة ومشيئة، وربنا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن للعبد مشيئة، فقال جل في علاه اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، تمام. وقال سبحانه وتعالى وما تشاءون، إذن أثبت لهم مشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب يبقى إيه العلاقة بين فعل الرب وفعل العبد؟ فعل العبد أنه يصلي، وفعل الرب أنه ييسر له الصلاة، أو بمعنى آخر يجعله مصليا. فعل العبد أنه يسرق، وفعل الرب أنه جعله يسرق، مكنه من ذلك، تمام، مكنه من ذلك. فالرب سبحانه وتعالى له سلطان على كل أفعالنا، هو الذي يوفق للهداية أو يخذل لطريق الضلال. ولكن لازم نفهم حاجتين، الحاجة الأولانية أنه لم يجبرنا على شيء، لم يجبرنا على شيء، ونحن نفعل الأفعال اللي هي الصلاة والصوم والزنا، أي فعل سواء صح أو خطأ نحن نفعله بإرادتنا وباختيارنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا هذه الإرادة وهذا الاختيار مع القوة. فباجتماع القوة مع الإرادة الله، يبقى الله هو الذي خلق الفعل، وبالتالي كل ما حصل في الكون في النهاية هو حصل بمشيئتي وإرادتي، وفي نفس الوقت هو لم يجبرنا على شيء، لأن الإنسان لو اتكل على ذلك وقال خلاص طب ما كده كده ربنا هو اللي بيلهم الفجور والتقوى، ربنا هو اللي يفعل ما شاء، يبقى أنا ماليش دور، أنا مجرد دمية في عالم مسرح عرائس كبير وأنا ماليش أي دور. نقول أخطأت طبعا، لماذا لا يعني تعتقد ذلك فقط في الأفعال التعبدية؟ ليه احنا بنعمل حاجات دي بإيه؟ عشان أهرب من الصلاة والصوم وقراءة القرآن وكده، أقول أما ربنا يهديني هبقى أصلي، صح؟ ولا نفعل ذلك في أمور الدنيوية، طالما أنت بتقول هو كده، طب ما نفس الكلام في الرزق والمذاكرة والأكل والشرب، لا تأكل ولا تشرب ولا تذاكر ولا تنزل الشغل، لكن احنا عارفين في الشغل والمذاكرة بنبقى شاطرين قوي، في الدين بنبقى حاجة تانية. فيقول لك لا تذاكر، طب ما تقول له ما ربنا كتب لك انت هتنجح ولا لا، تقول لي ما انا ما اعرفش هنجح ولا لا، انا ذاكر واعمل اللي عليا وربنا ان شاء الله يكون كاتبني ناجح. واحد تاني يجي ينزل يشتغل تقول له ما هو ربنا كاتبك فقير يبقى خلاص الشغل مش هينفعك، يقول لك لا ما اسعى، انا اسعى وربنا يعني وربنا يدبر لي وربنا يوفقني يمكن يا اخي ابقى غني. طب ليه بتيجي بقى عند الصلاه تقول لما ربنا يهديني اصلي، لما ربنا يهديني اتحجب؟ حاجه عجيبه والله، سبحان الله. يعني فأولى أنك أنت تتكل على الله في ذلك، ده أولى، تستعين به على ذلك. فلما تعرف أن ربنا له سلطان على أفعال العباد تستعين به. شكرا، هنقول في الفاتحة إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا خلاصة الكلام أن الله سبحانه وتعالى له سلطان على أفعال العباد، وهذا السلطان ليس إجبار، ليس إجبار، وإنما هو توفيق وتيسير وإعانة وتسديد وخلق فعل. والعكس في المعصية يكون نسميه خذلان وخلق للمعصية، وده حصل في ملك الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده قال لنا ايه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني ايه زكاها؟ يعني طهرها. تزكية تأتي في اللغة بمعنى التطهير ومعنى النماء، زكاها يعني طهرها، زكاها يعني نماها. فالتطهير بيحصل تطهير ثم يحصل نماء للنفس. وقد خاب من دساها، دساها يعني ايه؟ دفنها كده فخباها. فكذلك المعاصي تجعل الإنسان ينزل ينزل ويهبط إلى أسفل الدركات. أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحة وبالتوحيد، وخاب من دسها بالعمل الفاسد. ثم قال جل في علاه كذبت ثمود بطغواها. هنا ربنا يضرب مثال عن قوم دسوا أنفسهم ولم يزكوها، وهم ثمود. والعادة ربنا بيذكر عاد وثمود لأن العرب تعرف عاد وثمود، يمرون على مساكنهم في رحلة الشتاء والصيف. كذبت ثمود بطغواها، هذا مثال ضربه الله لمن دسوا أنفسهم، وهم ثمود قوم صالح. وقد بان لهم الحق وظهر كظهور الشمس التي في أول السورة. إذ رابط بين قصة ثمود والناقة بالذات وبين الشمس، أن آية الناقة كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فكانت هذه الآية آية الناقة آية جلية واضحة جداً كالشمس في رابعة النهار. كذبت ثمود بطغواها. طب ما معنى بطغواها؟ قيل فيها معنيين، كذبت ثمود بطغواها، الباء هنا سببية يعني بسبب طغيانها، بطغواها
يعني بسبب طغيانها. المعنى الثاني هو معنى برضو لطيف، كذبت ثمود بطغواها، يعني كذبت بالطاغية اللي هي اللي ربنا ذكرها في سورة الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. هي الطاغية، الطاغية اللي هي الصيحة التي صاح فيهم جبريل فارتجفت الأرض من تحتهم وهلكوا عن بكرة أبيهم. يبقى إما كذبت ثمود بطغواها، يعني كذبت بسبب طغيانها، والباء هنا تبقى باء سببية، أو كذبت ثمود بطغواها يعني كذبت ثمود بالطاغية التي توعدهم إياها نبيهم، وكذبوا بالعذاب الذي توعدهم إياه الله سبحانه وتعالى. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وأشقاهم أشقى القوم هو قدار ابن سالف. قدار ابن سالف كان أشقى الناس في ثمود، لأنه يعني رغم أنه كان له شأن وكان له منع، ولكن لما تشاور الناس في شأن الناقة وقالوا ماذا نصنع بها، واتفقوا على قتل الناقة وقالوا من يأتي لنا بهذا الأمر، فقام لذلك قدار ابن سالف هو أشقى القوم إذ انبعث أشقاها، فقال لهم وقتل الناقة طبعا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. ناقة الله ناقة منصوب، هنا يقول لك طب ليه منصوبة؟ قالوا منصوب لفعل محذوف، يبقى في فعل اتحذف وهي نصبت على الفعل دوت. فقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، احذروا سقيا ناقة الله، ناقة الله وسقياها. فكان اتفق معهم ان البحيرة دي انتوا تشربوا يوم والناقة وولدها يشربوا يوم تاني، وما تجوش جنبها، محدش يعتدي عليها في اليوم اللي هي بتشرب فيه، واليوم اللي هي ما شربت فيه انتوا خدوا من لبنها. فده عرض جميل، لكن هم سبحان الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها يعني قتلوها وذبحوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم يعني أطبق عليهم العذاب، دمدم يعني أطبق عليهم العذاب ربهم بذنبهم بسبب ذنبهم، فسواها يعني جعلهم سواء في العذاب. كلمة سواها مش متسوية اللي هي اللي جعلها مستوية مثلا، وإنما سواها يعني نزل عليهم العذاب سواء، لأن البعض قد يتصور أن العذاب نزل على فقط الذي عقر الناقة، نقول لا، بل نزل عليهم جميعا. طب تقول لي طب ليه ما ينزل على عقر الناقة؟ نقول هم شركاء له في الإثم، لأنهم رأوا ذلك وأقروه وأعانوا عليه واتفقوا عليه، وكلهم اتفقوا على ذلك، فلا يلزم أن أنت تكون أنت المباشر للذنب، يكفي أن ترضى به أو تعين عليه أو تساعد عليه، تكون ملام كمن فعل الذنب. فسواها يعني لم يفلت أحد منهم من العقاب، بل نزل عليهم العقوبة سواء. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ثم قال تعالى ولا يخاف عقباها، يعني الله جل في علاه لا يخاف عاقبة ما يفعل سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن اللي بيخاف عاقبة ما يفعل يا جماعة دوت بيبقى عنده مشكلة دائما، إما في العلم أو في الإرادة أو في القوة. بمعنى أنا دلوقتي بعمل حاجة ببقى خايف، خايف ليه؟ إن أنا مش عارف العاقبة هتبقى إيه، مش عارف بكرة في إيه، فببقى خايف أي حاجة بعملها ببقى عندي درجة من الخوف، لأنني لا أعرف العواقب. هذا كان يقول يا رب اجعل العواقب سليمة مثلا، لكن ربنا في الباب دوت هو يعلم ما سيكون، فلا يخاف من شيء سبحانه وتعالى، لأنه يعلم كل ما سيكون، علم يقين، فمن أي شيء يخاف؟ دي حاجة. الحاجة الثانية قد يكون يأتي الخوف من ضعف الإرادة، إن إنسان يكون عنده شيء عايز يعمله بس هو ما عندوش إرادة يعمله، فيبدأ يخاف لأن ليس عنده إرادة لفعل الشيء. والله سبحانه وتعالى يعني إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. الخوف المعنى الثالث أن لا يخاف عقبها، إنما يأتي الخوف من نقص القدرة، فأنا أكون عايز أعمل شيء لكن لا أقدر عليه، فأبقى خايف لأن أنا مش قادر عليه. فالله سبحانه وتعالى ليس عنده أي نقص في العلم ولا في القدرة ولا في الإرادة، وبالتالي يعني لا يخاف عقباها سبحانه وتعالى كما يخاف الناس من العواقب، وأما الله فلا يخاف ذلك. وقيل قول تاني سريع كده نقوله، أن لا يخاف عقباها المقصود اللي يخاف هنا قدار ابن سالف، يعني قدار اللي قتل الناقة لا يخاف عقبة ما فعل، لا يخاف عقبة فعل. والقول اللي هو لا يخاف عقباها محمول على الله سبحانه وتعالى أولى بالتفسير، لأنه يؤدي إلى
لأن الضمير من المرجحات أن الضمير يعود على أقرب مذكور، من المرجحات الضمير، اكتبوها، الضمير يعود على أقرب مذكور. إيه أقرب مذكور في الآية؟ هل الإنسان الكافر ولا الله؟ نشوف الآية اللي قبلها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. من أقرب مذكور هنا؟ الله. يبقى الآية دي مقصود بها الله سبحانه وتعالى. إذا انتقلنا، يبقى الجزء ده كان مثال على قوم دسوا أنفسهم وكيف كانت عاقبتهم. إذا انتقلنا إلى سورة الليل، فهي سورة أيضا مكية كما بينا، وبدأت بقسم بالليل. قال تعالى: والليل إذا يغشى، يعني والليل إذا غطى النهار بظلامه، والنهار إذا تجلى، النهار إذا أضاء فأنار الأرض وظهر للأبصار. ثم قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. هنا نرجع تاني نقول: هل ما هنا موصولة ولا مصدرية؟ فيها خلاف. لو قلنا ما ديت مصدرية، يبقى وما خلق الذكر والأنثى يعني وخلق الذكور والإناث، مصدره. لو قلنا أن ما ديت موصولة، يبقى معنى الكلام وما خلق الذكر والأنثى يعني ومن خلق الذكر والأنثى، وهو الله سبحانه وتعالى. يبين ربنا إما بيقسم بالخليقة عموما خلق الذكر والأنثى، أو يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم قال جل في علاه: إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، وده جواب القسم. ربنا بيقسم على هذا الشيء: إن سعيكم لشتى، إن عملكم الذي تعملونه لمختلف، فمنكم من يعمل بالطاعة ومنكم من يعمل بالمعصية. كما قال تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو. كل الناس إيه؟ يغدو. كل الناس يغدو، فبائع نفسه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، فالناس سعيهم مختلف، فمنهم من يسعى في طريق الخير ومنهم من يسعى في طريق الشر. حتى اللي يسعى في طريق الخير يسعى بطرق مختلفة، واللي يسعى في طريق الشر يسعى بطرق مختلفة. إن سعيكم لشتى. ثم بيّن سبحانه وتعالى كلا الطريقين. احنا قلنا أن سورة الليل، سورة الشمس، كانت بتدور حول النفس ومحور التزكية والتدسية، وأما سورة الليل فتدور حول السعي بقى نفسه. السعي، ما هو السعي الذي فعله الإنسان؟ قال جل في علاه: فأما من أعطى واتقى. أعطى، ما معنى هنا أعطى؟ إيش أعطى؟ قالوا إن هي ما فيش متعلق بها، يعني ما ربنا ما قالش أعطى إيه، فممكن يكون أعطى ما كل ما يجب عليه. أعطى الزكاة، أعطى صدقات، أعطى حق الله سبحانه وتعالى، أعطى حق المخلوقين، كل ده يمشي. وإن كان ممكن نقول إن أعطى هنا مقصود بها الأساسي أعطى المال، لأن في المقابل ربنا يقول: أما من بخل واستغنى. بخل دي قصاد أعطى، واستغنى قصاد إيه؟ اتقى. والبخل يكون بالأموال، فده يقرب أن أعطى متعلقة بالأموال. أعطى يعني أعطى المال، أعطى حق المال وهو الزكاة. فأما من أعطى واتقى، واتقى جعل بينه وبين الله وقاية، تقيه من الوقوع في عقوبة الله سبحانه وتعالى، وتجنب المحرمات وفعل الطاعات وترك المنكرات. فأما من أعطى واتقى، ثم قال: وصدق بالحسنى، يعني صدق بالآخرة وصدق بيوم القيامة. قال جل في علاه: فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى، سنيسره لليسرى يعني سنيسره للعمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة. سنيسره لليسرى يعني سنيسره للعمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة، إلى الجنة. طيب خلينا نكمل وهنرجع تاني الآية دي. قال جل في علاه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى، بخل بالمال الذي يجب أن يخرجه فلم يخرج حق الله سبحانه وتعالى، واستغنى يعني استغنى عن الله سبحانه وتعالى، استغنى
عن قضية التوحيد بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالعاقبة، كذب بيوم القيامة، كذب بالبعث، فسنيسره للعسرى، يعني سنعينه على الطريق الذي اختاره وهو العسرى. وقد تأتي اليسرى بمعنى الجنة، سنيسره اليسرى يعني الجنة التي يدخلها في النهاية، سنيسره العسرى يعني الطريق العسر الوعر الذي فيه تعاسة في النفس وشقاء في البدن، فسنيسره للعسرى ونسهل عليه العمل الذي اختاره حتى لو كان شرا. وده بيفهمنا برضو طبيعة العلاقة زي ما بينا بين قدرة الله تعالى وبين قدرة الإنسان. الإنسان له قدرة ومشيئة وإرادة، وله الإنسان أيضا له قوة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق له القوة وخلق له المشيئة والإرادة، يبقى مين اللي خلق الفعل؟ الله سبحانه وتعالى. طب هل هذا يعني أن الإنسان غير مسؤول عن أفعاله؟ لا طبعا، بل هو مسؤول عن أفعاله. ده عامل زي يا جماعة، زي ما قلنا أن الفعل بيتولد من اجتماع القوة مع الإرادة، والقوة ربنا اللي اديها لك، هو اللي ادانا قوتنا دي، والإرادة اللي في نفسك دي هو ربنا اللي أعطاها لك. طيب تعال نضرب مثال. في واحد ممكن يقول لك طب ما كده خلاص أنا ماليش دعوة، أنا مش مسؤول عن أعمالي. نقول له أخطأت. تعال نضرب مثال. أنت دلوقتي عندك أب وأم اتجوزوا وخلفوا ابن، هنسأل سؤال، هل الأب ده ربنا اللي خلقه؟ الإجابة نعم. هل الأم دي هي اللي ربنا خلقها؟ الإجابة نعم. طيب يبقى مين اللي خلق الولد؟ تقول لي الله سبحانه وتعالى. هما الاثنين عملوا الجماع وخدوا بالأسباب، لكن في النهاية اللي خلق الطفل ده الله سبحانه وتعالى. فنسأل السؤال اللي بعد كده، هل ممكن انت تيجي بعد ما ربنا خلق الطفل ده الزوج مثلا او الام او الاب يقول انا ماليش دعوه بيه، انا ماليش دعوه، مش مسؤول عنه لان ربنا اللي خلقه؟ نقول لا، نعم ربنا هو الذي خلقه، هذا اكيد، ولكن انت السبب في ذلك، انت الذي سعيت في ذلك، وهذا الذي يحاسبك الله تعالى عليه، السعي. السعي ان سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، هو يبقى هو إيه؟ عمل بالأسباب أهو. فهو دلوقتي اتجوز وخلاص ودخل، يبقى فسان يسر يسرى، هنجيب له الولد، هنجيب له العمل الصالح اللي هو ماشى فيه. فالإنسان بيسعى وبيتوكل على الله، لأن الإنسان عليه دور وربنا سبحانه وتعالى ييسر له ويعينه عليه. عشان كده سيدنا إبراهيم كان بيقول إيه؟ رب جعلني مقيم الصلاة، اجعلني مقيم الصلاة، يبقى أنا حصلي بس يا رب ساعدني وأعني إن أنا أصلي، لأن مشيئتك فوق مشيئتي. فلو شاء الله ألا أصلي لن أصلي، ولكن الله قدر بحكمته وبعلمه وبرحمته أن من أراد طريق الخير ييسر له، ومن أراد طريق الخير ييسر له. فبنقول إن قوله تعالى فسنيسر ليسر ويسر عسرا يؤيده مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفسي تقواها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني لك زكارة لك شكارة. وأما من بخل واستغنى، ويدل على خطورة الإنفاق، والإنفاق من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجاثية، وأضله الله على علم. إن البعض قد يقول ليه ربنا أضل ده وليه هذا ده؟ ربنا سبحانه وتعالى جماعة علم من هي الأرض الطيبة من عباده ومن هي الأرض الخبيثة. أنت لو عندك أرض طيبة تنبت وأرض لا تنبت، هل ينفع تضع في كل البذور ولا هتضع البذور في الأرض التي تنبت؟ هتضع في الأرض التي تنبت. ولو رأيت أحد يضع في أرض لا تنبت تقول له يعني أنت تفعل عبث، هذا لا يصح. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، فلا يمكن أن يجعل الهداية في قلب من علم فساده وطغيانه وظلمه. وإذا كان هناك شخص في قلبه نقاوة وطهر ونماء ونحو ذلك، فإن الله يرزقه التقوى، فسنيسر العسر. ثم قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هنا ما، هل هنا ما استفهامية ولا ما نافية؟ اللي هيقول إن ما نافية هيبقى المعنى عنده إيه؟ وما يغني عنه ماله، يعني لا يغني عنه ماله أي شيء إذا تردى، يعني إذا مات. واللي حيقول ان ما ديت استفهاميه يبقى كلامه وما يغني عنه ماله اذا تردى، يعني اي شيء هذا الذي سيغني عنه ماله اذا تردى. كما قال تعالى افرايت ان متعناهم سنين
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إذا هلك ومات. وقيل إذا تردى يعني إذا تردى في جهنم، يعني سقط في جهنم وتردد فيها. قول تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى يعني علينا أن نبين للإنسان طبيعة الطريق الخير والشر وكل ذلك، ثم هو عليه أن يختار أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعينه ويمكنه ويسدده ويوفقه. إياك نعبد وإياك نستعين، دي تجمع لك قضية القدر كلها. إياك نعبد يعني أنا بعمل حاجة، وإياك نستعين يعني كله في الآخر يا رب مردود إليك والأمر كله في يديك. عشان كده هنا قال بعدها إيه؟ وإن لنا للآخرة والأولى، يعني إحنا لنا الآخرة والأولى، كل ده ملكنا ومنه أنت. فالإنسان هو جزء من الدنيا، فأنت كل ده ملك لله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. وشاء سبحانه وتعالى إن إحنا يذكرنا بالرسل وينزل الكتب وكل الإيه الحاجات اللي أنتوا عارفينها ديت. إن علينا للهدى يعني نبين للناس كل ما يحتاجون إليه في الدين من خير أو شر. وأيضا تصح يقول إن علينا للهدى يعني إننا نهدي من نشاء، وكما بينا إن ربنا يهدي نعم من يشاء، ولكنه لا يهدي إلا بعلم وحكمة، فقد علم أن هذا أرضه طيبة فيهديه، وعلم أن هذا أرضه خبيثة فلا يهديه سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. أنذرتكم نارا إيه؟ تلظى. طبعا اللي عايز يفهم القدر أكتر ممكن يسمع محاضرة لي، محاضرة اسمها الإجابة عن كل أسئلتك حول القدر، دي لازم تتسمع عشان هتفهم، هتفهمك أوي سورة الليل. الإجابة عن كل أسئلتك حول القدر، تكتب كده على اليوتيوب الإجابة عن كل أسئلتك حول القدر وتحط بين قوسين علاء حامد، طلع لك محاضرة جميلة أوي. وفي محاضرة طبعا شارح فيها القدر في سلسلة أصول الإيمان لما تكلمنا على الإيمان بالقدر. ثم قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى تتوهج وتلتهب لا يصلها إلا الأشقى الشقي. من هذا الشقي؟ الذي كذب بالوعد وتولى عن فعل الطاعات فلم يفعل الطاعات ولا حتى صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وسيجنبها الأتقى. الله أكبر، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. يعني سيبتعد عن هذه النار تماما من بلغ الكمال في التقوى. طيب من هو هذا الأتقى؟ يؤتي ماله يتزكى. الله أكبر، يؤتي ماله يتزكى. طيب يؤتي ماله مفهومة، ما معنى يتزكى؟ قيل يتزكى يعني يدفع الزكاة، وقد يكون هذا في نظر لأن السورة دي مكية، ويبقى المعنى هو الذي يؤتي ماله يتزكى يعني ينوي بهذه الزكاة طهارة النفس ونماء النفس. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا الشخص الذي أعطى ماله وتزكى لم يعطي ذلك لأن لأحد عنده نعمة، يعني مش مثلا الشخص اللي أنا بديله دوت هو عامل معايا حاجة كويسة زمان فأنا عشان كده دلوقتي بتصدق عليه، لا، مفيش حد لي يد عليه. طبعا الآيات دي كما يقول مفسرون نزلت قطعا في أبي بكر الصديق، هنقول ليه دلوقتي؟ إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، يعني أنه وما لأحد عندهم نعمة تجزى، لها معنيين. المعنى الأول أنه لا يوجد أحد عليه نعمة له فهو الآن يردها بهذه الصدقة وبهذا الإحسان، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا ينتظر من أحد في المستقبل شيء، لا ينتظر من أحد في المستقبل أي شيء، لا ينتظر من أحد في المستقبل أي شيء. وبالتالي يكون القول الأول مبني على الأمر الماضي والقول الثاني مبني على الأمر المستقبل. القول الأول وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يوجد أحد أنعم على أبي بكر أو غيره يعني، ثم أبو بكر الآن يفعل له عمل صالح ليرد له تلك النعمة، لا. القول الثاني وما لأحد عندهم نعمة تجزى، يعني لا يفعل هذا الخير لأنه يرجو من المفعول به الخير
أن ينفعه أو يجلب له نفع أو يدفع عنه ضر، وإنما هو ما أراد إلا وجه الله جل في علاه. وما يغني عنه، قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شوف بقى نتعلم الإخلاص. الآية دي نزلت في أبي بكر الصديق، وربنا بيبين الميزة العظيمة لأبي بكر الصديق أنه يريد دائما وجه الله. وأعظم شيء إخواني في هذا الوجود الإخلاص لله جل في علاه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أنه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يعتق ولا سوف يرضى. ربنا جل في علاه بيّن أنه سيرضى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق. ليه نزلت في أبي بكر الصديق؟ أبي بكر الصديق بيعمل حاجة جميلة. كان يمر على العبيد اللي بيعذبوا في مكة، العبيد بيعذبوا في مكة، فكان يشتريهم من أهليهم، من أسيادهم يعني، ثم يعتقهم لوجه الله تعالى، ويريد بذلك أن يعتق. فإن في الحديث إن من أعتق عبد فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من الشخص اللي أعتقه دوت. فأبو بكر الصديق أراد وجه الله سبحانه وتعالى، حتى كان يعاتب في ذلك، يقول يعني أبقيهم يعني لخدمتك أو لخدمة غيرك، فكان يرد ويقول: إنما فعلت ذلك لله تعالى، يعني ده مليش في أي مصلحة. فدول عبيد يعني، وعادة الناس لا تنشط في الأعمال الاجتماعية المجتمعية الزهيدة. يعني إيه اللي هيروح أعمل خدمة مع عبد؟ مين هيفتكرني ومين هيصورني ومين هيكتب عني في الجرايد أنا عملتش العمل الفظيع؟ لا، بل ينشط في أدق الأعمال رضي الله عنه وأرضاه. فكان رضي الله عنه وأرضاه يعني يشتري العبيد ويعتقهم لله سبحانه وتعالى. فنزل قوله تعالى: وما طبعا العبيد دول هيعملوا ايه لابو بكر؟ ولا يقدروا يعملوا له حاجه ولا بيديهم حاجه، لان هو لا يحتاج منهم شيء. لذلك قال تعالى: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء، يعني لكنه يريد ان يبتغي بذلك وجه الله تعالى. ثم قال جل في علاه بين ذلك: ولا سوف يرضى. نسال الله ان يرضي ابي بكر الصديق وان يرضينا معه. النبي عليه الصلاه والسلام وقف على المنبر وقال: ما من احد له يد علينا الا كفاناه بها، الا ابي بكر له يد علينا يكافئه الله سبحانه وتعالى بها. وبذلك تكون هذه السورة الطيبة المباركة قد انتهينا من تفسيرها. ومجموع سورة الشمس والليل يفهمك كويس مسألة القدر اللي احنا اتكلمنا عليها بمراتبها الأربعة. وننصح بالمحاضرات اللي انا قلت لكم عليها ديت أثناء المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من بيان القرآن والتفسير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاضرة محاضرة قيمة موفقة. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.